طيب انا من اعمل بحث عنك وانت اشتي، انا ظنيت انه اشتي من القوميه الكرديه واسمك اشتي اوكي، بس اللي تفاجأت انه لا مو انت من القوميه الكرديه، لا واسمك الحقيقي اشتي. لا انا هواي منها عن الموضوع يعني اذا عن طريق السوشيال ميديا، ودائما اسال هذا السؤال انه اشتي انت طول عمرك ببغداد وما شفناك مثلا انه تحكي كردي او يعني هل انت يعني شنو الموضوع؟ فاني هواي قايله انه هذا مو اسمي الحقيقي. شو اسمك الحقيقي اليوم نقدر نعرفه؟ او ليش بالبدايه قبل لا نعرفه ليش مو اسمك الحقيقي؟ اول شيء هذا موضوع بديهي جدا، هواي فنانين عالميين كل شخص عنده اسمه الحقيقي وعنده اسم الشهره، لكن انا الموضوع ما اجى اعتباطا، يعني انا ما كانت عندي مشكله انه اصير فنانه او نجمه او مشهوره او مع اسمي الحقيقي، لكن انا اعتز باشتي، اعتز باسم اشتي. اكو قصه كلش يعني مهمه بالنسبه الي طيب خلتني اصير اشتي. ما نعرف القصه ولا ما ينفع نعرفها؟ لا خلينا لا عدد الهويه هنا الهويه مو بالشنطه، حضروا لنا الهويه على ما ارجع لكم حتى اشوف اسمك الحقيقي. اذا شفت صورتك بالبدايه ليش ليش الاغلب يضوجون من صورتهم بالهويه؟ انت شلون صورتك؟ لان الصوره بالهويه أي. لا انا شايله هويه النقابه فراح تشوف صوره جديده. ها اوكي. دائما يعني احنا صورنا بالهويات من احنا وصغار، ها اوكي، فالشكل يختلف تعرف واحد يعني. فمن حضروا لنا الهويه أريد أشوف اسم، أريد نذيع اسم أشتي الحقيقي. طيب أشوف الصورة أول مرة. لا حلوة. لا جميلة هنا أنا. الاسم الفني أشتي حديد والاسم الحقيقي سجى. حياك الله يا سجى، نورتينا. ثانك يو. وين هالغيبة سجى؟ اسم سجى غايب عنا. لا تحس الموضوع غريب ها؟ بس ما حسيت سجى سبحان الله، عرفناش اشتي. اي لانه اليوم انت من تعرف شخص باسم او اسمك علينا وضام سجى علينا طول هالمده هذه. حلو حلو، الناس كانت تعتقد انه انا ما اقول اسمي لانه اسمي ما حلو. زين انت احكي لي شلون تعلمتي الليل اول ما يجي فماكو احلى منه. شلون تعلمتي انه انت الناس برا يقولوا لك اشتي، انت بالبيت والمقربات يقولوا لك سجى يعني؟ لا ما هو صار تعويد، انا الوحيد اللي يصح لي كم يلا تعودتي؟ ابويا بس يصح لي باسمي، باقي العائله ما يصحوا لي باسمي اشتي. زين لين صار لسنين. وانت تعرفين على شخص بنت ولا شاب مقرب منك يسالك مثل شو تحبين يناديك باشتي ام بسجى؟ لا اشتي لان هو عرفني اشتي. تحبين تسمعين هالكلمه اشتي مو سجى؟ ما تحسي مثل اشتي غير وحده لان لا شوف الاثنين جدا مختلفين عن بعض. شنو الاختلاف؟ اشتي شنو وسجى شنو؟ شنو الاختلاف؟ هنا شنو يعني هنا شنو؟ هنا الممثله وديش الانسان الانسان اللي قبل لا تشوف الدنيا، قبل لا تكبر، قبل يعني لا تصير تمثلين حتى بحياتك الشخصيه؟ بحياتك الشخصيه حتى تمثلين؟ لا طبعا. عندي شخصيتين هنا، هنا واحد وهنا واحد؟ لا طبعا، لكن اكو موضوع انا ما امثل بحياتي الشخصيه. لكن انت اليوم كل انسان او كل مكان الى التصرف المناسب والى الشخصيه المناسبه. فانا اليوم طالع وياك ببرنامج لازم البس فورمال ولازم اتكلم بطريقه معينه، اكيد انا ما راح اكون نفس هذا الكاركتر داخل البيت. مثلتي بحياتك الشخصيه على شخص؟ لا.